ببركة غبطتي بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفلس الثالث، وبتكليف من سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، سامي المتروبوليت بنديكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم ورئيس دير الظهور الإلهي المغطس، الراهب بائيسيوس مدانات شماسا إنجيليا خلال خدمة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الشماس الجديد ومعارفه وجمع من أبناء الرعية. وفي ختام القداس قدم المطران خريستوفورس التهنئة للشماس الجديد راجيا له خدمة مباركة في حقل الرب وخدمة الكنيسة المقدسة. أكسيوس أكسيوس مستحق مستحق الرب نطلب تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني بقميص السرور ووضع علي تاجا مثل عروس وزينني زينة عروسة كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. أكسيوس أكسيوس يمينك يا رب قد تمجدت بالقوة، يدك اليمنى يا رب حطمت الأعداء وبوفور مجدك أسحقت الأضداد كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. تكريو ديثوم يداك صنعتاني وجبلتاني فهمني فأتعلم وصاياك كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أكسيوس 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 مستحق مستحق στις δεξιάς του υψίστου. Αγιο Ηλάκε.